بس انت بتحبي، والدليل كنا سيبنا كلنا شغلنا وقعدنا نجري ورا المشاريع التجاريه صح مثلا. ولكن حتى اللي بيعمل مشروع تجاري بيبقى نفسه يعمل ايه؟ يحقق نجاحه في اللي بيحبه. هل انت دايما بالشخصيه دي بالتلقائيه دي، يعني انت ما بتفكرش لحظه قبل ما بتيجي تتكلم؟ يعني انت شخص تلقائي جدا يعني في اي كلام انت عايز تقوله. اصل مين هيحاسبني؟ ربنا فوق، يعني مين هيحاسبني؟ انت كفنان وعندك جمهور ومتربصين كتير، في ناس ممكن يكونوا غيرانين، ممكن يتربصوا بيك. يغير يغير ولا يتربص يتربص، يعني في الاخر هيعمل لي ايه؟ رزق عند ربنا، وانا ما بقولش حاجه عيب في اي شيء. وما يضايقكش؟ لا يضايقني من ايه؟ انا طول ما في حاجه مش هتخجل ولادي مني خلاص، هتكسف مني ولا اخواتي ولا اهلي؟ طب مش عندي حاجه. انت الولد الوحيد لماما وثلاث بنات؟ انا ولد على بنتين. بنتين؟ طب ايه الاول، كبير ولا النص صغير؟ الولد الوحيد ده بيبقى حبيب امه او ابن امه؟ قعدوا فتره بهدلوني عشان قلت ان ابن امي طبعا. حبيب امي وحبيب ابويا وحبيب اخواتي. طب وانت ما انت برضه اخترت ابن امي، دي ليها في مصر معنى. ماليش دعوه ان انت ماشي بكلام مامتك. يعني انت مش بكلام مامتي؟ لو مشيت بكلام مامتي كنت فلحت اكتر من كده. طب انت مش يعني انت لما فنان يقول لك انا ابن امي، بتتاخد بمعنى انا ماشي وراء السيء للكلمه؟ بقى دي ناس متصيده صدقيني يا مفيده، احنا لينا طعم. هرجع لك سيد درويش. سيد درويش لقى واحد بيبيع قلل، فراح عمل اغنيه عن قلل القناوي. اوكي. لقى بنت بتبيع فل وياسمين عجبته، وبيبيع راح عمل اغنيه يا ورد على فل وياسمين. احنا ضيعنا المصطلحات، احنا بدانا نحط كل الحاجات بين قوسين بزياده فبوظنا الدنيا. انا ابن امي كان السؤال بيتسالني انه انت ولد وانت صغير كنت ايه؟ انا كنت ابن امي جدا، ولد على بنات يعني المدلل ماسك طول الوقت في ايد امي، ما اتمنى اروح معاها في كل حته، وهي راح السوق وهي راح المسرح وهي راح اي حته مبسوط. دي حاجه لكن مش لا ما تتدخلش في تتجوز مين وما تتجوزش مين. لا مين في اختياراتك؟ للاسف لا، ما حدش بيدخل في حياتي. ما تدخلش في حياتك، ما حدش بيدخل في حياتي للدرجه دي اصلا. لما بتقع في مشكله مش هي اللي بتروح لها؟ الجا لها، بس حتى الحلول لازم ابقى انا اللي بطلعها. انا بربي حتى اولادي على كده. اوكي. بربيهم ان هم هيجي لهم سن هيبقوا مش بتوعي فكريا لكن بتوعي وجدانيا. فدي المشكله، التربيه، ان انا اقعد اربي في وسط الزمن ده هي دي الصعوبه. لكن لازم هلجأ لها، هلجأ لامي ولابويا ولاخواتي ولمراتي وعيالي واصحابي القريبين. هلجأ لمفيده لو انا عارف ان انت هتفيديني في حاجه، او استاذ سهير او فلان او طبيعي، ولكن رأيي هيبقى من دماغي. اي حد متربي كويس هو كده، والابن شخصية. ده اللي هو بار بامه، بيحب امه وفخور بامه، مش التابع او اللي هو صوته، مش صوته من دماغه لكن صوته بتاثير مامته. احنا بنخلط المصطلحات. ايوه احنا بنخلط المصطلحات بزياده عن اللزوم. لكن كلمه مهمه قوي. لكن الفكره في ان انا عندي بنتين، والبنتين كمان عندهم فن، ومخلف بنتين. عندك بنتين ولد؟ ما بيقعدوا يقولوا انت بتحب الستات الرجاله؟ قلت لهم طبعا بحب الستات اكتر اكيد يعني. انا متربي في وسط امي، وعندي اختي فاطمه واختي حنان، فمتربي. واصواتهم حلوه قوي على فكره. فاطمه وحنان ممثلين مهمين كمان. اهم مني بكتير، بس يمكن دايما احنا الوسط بتاعنا ما بيعرفش يحط الحاجات في اماكنها الطبيعيه. اتجوزت بعد كده مراتي، بعد كده بقى عندي بنوتين، بعد كده بقى في ولد، فعلاقتي دايما ببنات، ليا اصحاب بنات كتير، فيعني علاقتي بالستات اكيد اقوى من الرجاله شويتين ثلاثه. دي حاجه حلوه. انت لانك اتربيت بين اختين فتعرف تتحرك حواليهم. مش كل الرجاله يعرفوا يتحركوا حوالين الستات وصاحبوهم. الستات متعبين شويه، بس احنا متعبين كتير، يعني احنا متعبين كتير. فكون ان في ولد يبقى فاهم المنتاليتي ويتكلم معاهم وهم كمان يدوا له الثقه، دي انت جاي من خلفيه انت متربي مع اخوات بنات. هنا انا ابن امي عشان امي اللي ربت فيا ده. ربت فيا ازاي اعرف احترم المرأة اخواتي واحترم اخواتي في علاقاتهم، في حياتهم الشخصيه، في احلامهم، في سريتهم، في الحاجات اللي على العلن. دي تربيه. ده اللي انا بقعد اقول، ان احنا برضو زمان اتربينا في مجتمع اهدى شويه. ودايما انا شايف ان احنا جيل الثمانينات ده على قد ما هو محظوظ على قد ما هو مظلوم. اتظلم في ايه؟ اتظلم لانه اتفرم. ده الجيل اللي اتفرم. انا مش حاسه ان احنا اتفرمنا. هو زي اللي رقصوا على السلم، ولا هو اتفرمتوا في ايه؟ اديني. لا اتفرمنا لان احنا عبل ما وعينا اتشكل المجتمع اتغير. عبل ما لسه انت بتربيني على حبه حاجات من السبعينات اللي واخدها وانا جاي وانا طالع بكبر، والثمانينات وبتكبر، في وانت في التسعينات دي لسه احلامك بتفوق معاك. ففجاه الدنيا دخلت العولمه دي، دخلت اللي كنا بنقعد نتريق عليها زمان، خلاص دخلت في الالفينات دي مع السلامه. انت في مجتمع تاني على كل المستويات، حتى على مستوى المهنه دي.